من نيويورك. دكتور فؤاد، بالتأكيد مكاسب استثمارية مهمة يرغب الرئيس التركي في تحقيقها خلال زيارته للسعودية، برأيك ما أبرز هذه المكاسب؟ طبعا العلاقات السعودية التركية علاقات ممتازة، توترت يمكن قبل عدة سنوات لكن عادت إلى طبيعتها. العام الماضي يعني سجل يعني التبادل التجاري ما بين المملكة وتركيا حوالي 6.5 مليار دولار، وفي النصف العام الحالي 6 شهور الفائتة سجلت حوالي 3.4 مليار دولار. وطبعا هذا الرقم نتوقع أن يزيد بزيادة توثيق العلاقات التي تمت من خلال زيارة الرئيس التركي للمملكة يوم أمس الاثنين، ونتوقع بإذن الله أن تزيد حجم التبادل التجاري زائدا الاستثمارات. نعرف إلى أنه في حوالي 1140 شركة سعودية تستثمر في تركيا، وحوالي 390 شركة تركية تستثمر في السعودية. الشهر الماضي عقد منتدى في إسطنبول، ونتوقع بإذن الله أن تزيد هذه العلاقات وتوفر للشعبين الصديقين رفاهية أكثر، علما بأن المملكة العربية السعودية استشعارا منها بدورها في زيادة الاستثمارات وأيضا في تعميق التعاون مع تركيا، أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال شهر مارس. ونتوقع بإذن الله أنه من خلال هذه الزيارة للمملكة وقطر اليوم وغدا للإمارات أن تكون هذه العلاقات في أحسن يعني زيادتها، وبإذن الله تحقق للجميع الخير والبركة.